the Dr. Norris still here, so we are passionate actually to hear you, your project, Dr. Haider Jamil Hayawi Al-Aboudi. يتفضل للقاء بحثه وراح نسمع عنه تفسيرة قصيرة من دكتور رياض. دكتور حيدر مدرس دكتور حيدر جميل حياوي العبودي حاصل على شهادة بكالوريوس في كلية الآداب جامعة الكوفة عام 2007 حاصل على شهادة ماجستير السياحة والآثار من جامعة الكوفة عام 2012 حاصل على شهادة دكتوراه عام 2017 لديه اهتمامات عديدة في الدراسات الجغرافية والسياحية والبيئية والاجتماعية تدريس في كلية الكفيل جامعة قسم الإعلام والسياحة والإعلام مقرر مجلس كلية الكفيل الجامعة لديه أكثر من 8 بحوث منشورة عالميا ومحليا. ما وصلت من هذه الكوزة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع البحث تمثيل كافة جغرافية حركة النازحين في العراق لمدة من 2014 إلى 2017. بحث مشترك مع السيد المدرس الدكتور فيصل كريم الزامي. لا يخفى على حضراتكم أن العراق شهد حركة نزوح كبيرة للسكان بعد تعرض محافظات العراق إلى الهجمات الإرهابية، مما أدى إلى نزوح السكان من 7 محافظات وتوزعت على عموم العراق. تشير إحصاءات وزارة الهجرة والمهاجرين إلى أن إجمالي أعداد النازحين من محافظات العراق بلغت نحو 4,255,517 نازح للمدة من 2014 إلى 2017. وقد امتدت حركة النزوح مكانياً على 7 محافظات، هي محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين ونينوى وكركوك، ومحافظة يالا، ومحافظة بغداد، ومحافظة بابل. هناك عديد من المفاهيم التي تناولت مصطلح النزوح إلا أنها تجتمع على أن النازحين هم مجموعة من الأشخاص الذين أكرهوا على ترك منازلهم أو أماكن أقامتهم المعتادة واضطروا إلى ذلك تفادياً لأداء نزاع مسلح أو حالات عنف أو انتهاكاتهم لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا الحدود الدولية. يعني أكو فرق بين النازح والمهاجر. البحث عرف النازحين على أنهم مجموعة من الأفراد الذين أجبروا على ترك مناطق سكنهم الأصلية لأسباب طبيعية أو بشرية تهدد أمنهم واستقرارهم وما اضطرهم إلى الانتقال لمناطق أكثر أمناً واستقراراً داخل حدود الدولة. مشكلة البحث جاءت هذه المشكلة لتكشف عن التباين المكاني والزماني لحركة النازحين في العراق، فضلاً عن دراسة وتحليل أهم العوامل التي أدت إلى نزوح السكان من محافظات العراق للمدة من 2014 إلى 2017، بالإضافة إلى معرفة أهم الآثار المترتبة على حركة النزوح. يهدف البحث إلى معرفة كثافة الحركة السكانية للنازحين من الحجم الكلي للسكان في المحافظات التي كانت تحت سيطرة الإرهاب، وتمثيل اتجاهات حركة النزوح كارتوغرافية لتكشف لنا تلك الخرائط الجغرافية عن حجم ظاهرة النزوح في العراق، مما يستدعي الجهات المتخصصة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لدراسة وتحليل مستوى ما قدمه السكان في العراق من تضحيات وما تكبدهم من خسائر مادية وبشرية نتيجة لمحاربته الإرهاب الذي لا يهدد من العراق فحسب، بل يهدد سكان العالم أجمع، وبالتالي بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في محاربته والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العمليات الإرهابية. تناول المبحث الثاني من البحث تمثيل كارتوغرافي لحركة النازحين، وقسم البحث إلى اتجاهات حركة النازحين خلال مدة الدراسة ولكل سنة من سنوات الدراسة،
وأيضا دراسة العودة الطوعية للنازحين. هذا الجدول اللي أمام حضراتكم يمثل أعداد النازحين خلال مدة الدراسة والتي بلغت 834,415 عائلة نازحة خلال هذه المدة. طبعا توزعت حسب المحافظات، هذه المحافظات اللي أمام حضراتكم المحافظات السبعة: الأنبار، بغداد، ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينا وبابل بالاتجاه الأفقي، تمثل العوائل النازحة من هذه المحافظات، وكذلك المحافظات اللي بشكل عمودي تمثل المحافظات المستقبلة للنازحين. هذا الشكل اللي أمام حضراتكم يمثل نسب النازحين، نسب العوائل النازحة حسب المحافظات المدة من 14 إلى 17، حيث يتوضح من خلال هذا الشكل أن محافظة نينوى كانت أعلى نسبة نزوح تمثل 34%، تليها محافظة الأنبار، ومن ثم محافظة صلاح الدين، ومحافظة ديالى وكركوك، ومحافظة بغداد، وآخر محافظة هي محافظة بابل. يعني أقل المحافظات في حركة النزوح هي محافظة بابل، على اعتبار أن العمليات الإرهابية حدثت فقط في مناطق جرف الصحراء. هذه خريطة أمام حضراتكم تمثل النزوح السكاني إلى محافظات العراق خلال هذه المدة، وبشكل أسهم تمثل حركة اتجاهات النازحين من محافظات العراق إلى عموم محافظات البلاد. اتجاهات حركة النازحين لعام 2014 سجلت بيانات الرصد في وزارة الهجرة والمهجرين أن أعلى نسبة للنزوح حدثت خلال هذه السنة، وبلغت 697,131 عائلة، 697,131 عائلة، وبنسبة 83.54% من إجمالي العوائل النازحة خلال مدة الدراسة. تشير البيانات إلى أن محافظة كركوك في عام 2014 كانت تأتي بالمرتبة الأولى من حيث نسبة النزوح، وبنسبة 34% من إجمالي حركة النزوح لهذه السنة، ومن ثم المحافظات الأخرى، إلا أن محافظة بابل كانت تأتي في المرتبة الأخيرة. هذا الشكل أيضا يوضح أن محافظة كركوك كانت تمثل 38%، محافظة الأنبار 29%، ومحافظة صلاح الدين 16%، وديالى 9%، وباقي المحافظات. هذه خريطة أيضا تمثل النزوح السكاني إلى محافظات العراق لعام 2014. أيضا اتجاهات حركة النازحين لعام 2015، استمرت حركة النزوح خلال هذه الأعوام لكنها أقل بكثير من السنة الماضية، على اعتبار أنه أغلب العوائل النازحة قد نزحت خلال عام 2014. سجلت بيانات الرصد في وزارة الهجرة والمهاجرين أن نسبة النزوح لهذه السنة بلغت 10.9% من إجمالي العوائل النازحة. احتلت محافظة الأنبار المرتبة الأولى من حيث العوائل النازحة لهذا العام، وبنسبة 67%. ايضا هذا الشكل يوضح ان محافظة الانبار في عام 2015 كانت تمثل 67%، تليها محافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى، ومن ثم محافظة كركوك ومحافظة بغداد وديالى في مرتبة واحدة، ومحافظة بابل لم تشهد خلال هذا العام حركة نزوح. نعم، استمرت اتجاه حركة النازحين خلال عام 2016، وسجلت بيانات الرصد أن نسبة النزوح لهذه السنة بلغت 4.2% من إجمالي العوائل النازحة. رئيس اللجنة يقول استاجر. We have 3 minutes. اتجاهات حركة عودة النازحين، شهدت البلاد حركة عودة النازحين بعد عمليات التحرير لكنها فقط في عام 2017، وهذا الشكل البياني أيضا يوضح حركة العودة، عودة العوائل إلى مناطق سكنهم.
جلب مناطق الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة أكثر نسبة لعودة النازحين. نعم هناك آثار مترتبة على حركة النزوح ليس فقط في المحافظات التي نزحوا منها السكان بل حتى في المناطق التي استقطبت النازحين، وهذه الآثار تتمثل بالآثار الاقتصادية، الآثار الاجتماعية والثقافية، الآثار السياسية والأمنية والآثار البيئية والصحية. الاستنتاجات والتوصيات كثيرة لكن يبدو أن الوقت يداهمنا فقط التوصيات. ضرورة الاهتمام بعودة النازحين من قبل السلطات الحكومية والدولية من خلال توفير الخدمات الأمنية والبيئية والمجتمعية التي تسهم في العودة الطوعية للنازحين، وضع ضبط الاستراتيجية لحماية البلاد من الإرهاب والاستفادة من المرحلة العصيبة التي مر بها العراق خلال هذه السنوات، تنشيط دور المنظمات الدولية والإنسانية لدعم العراق وشعبه الذي حارب الإرهاب طوال هذه السنوات، دراسة مشكلات العوائل النازحة وتقديم الدعم والمساعدات لهم حرصاً ووفاءً لهذه العوائل التي عاشت معاناة كبيرة أمام الإرهاب على المحافظات العراقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.